بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمثاً السلام عليكم ورحمة الله. كن يجعل ربي ذا ذروم يبعد في اللون الهموم إن شاء الله. كن يفك ربي السر ذلي سر وكن يفك ربي ثلاثا سر إن شاء الله. أين تفغام يقضى أين تقذم يخضى وقذ يمثنث في اللسن يعفو ربي أما وقذ يرغان والسن يعدان تمسميث شعل ثنجعل ربي ذا الشهداء وسن يعفو ربي ود يزن ربي صفري مولان وذي جفر ربي وقاذ إهلكن وقاذ يرغان وإن شاء الله ذي فعل ربي في اللون في اللون مكل بلا ذي المؤمنين أدنيني كان مرحبا استكشر ربي تجد دونيث سيدي ربي غي جرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا أكني كفغا ماشي أكن إنفغا ذي الدرس بوسان غيث مثلا أد مسلاي أفسين أول أكت نفسيث أول أكت نفسيث القلب والنفس سينجي ما لا جرزن دي ثوزرث النغ ما ساعد النغ ما جرزن الخير أربح ما إلا أظنن هلخن حسن يوار الحال. ربي ذي القرآن يناد يوم لا سورة الشعراء الآية 88 89 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آيتان في سورة الشعراء لا ينفع رب دي قار ولا شاشك ينفع دي دوني سيدس تسيلي الفايدة المنفعة الدريا تذريم ولكن دي لخرث إناد يوم لا ينفع يوم خطر وسانك إن سيدير ذي الدونيث ذا شث واسقوارا ذا سجد دين ربي يوما أتصن ذا ديف ربي يوما مثلا ذي سورة البقرة الآية 281 يد واتقوا يوما أما كنا ذي قرأ إلى قد حزفم إلى قد سقوذم إلى قد أتخممم واتهجي معوين تحضير الزاد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية يوم السلام في سورة البقرة الآية 281 هي آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه هي هذه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أنو غالياك ولاش ود يقولون ذي الدنيث كلنا راجع إلى الله. الآية أيضا في سورة الشعراء ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 88 89 إلا من أتى الله بقلب سليم سلامة القلب تزدي بول متى نفسيث ثوار سهل ما ثروح القفريض طاعة الخير أربح ما ثروح القفريض المعصية يا لطيف يا لطيف. النفس إن لم تشغلها بالطاعة تشغلك بالمعصية تجد نفسيث وثوار مليح ماشي ربي القرآن الناد والشمس وضحاها كمل المثل الآية التاسعة في التسعة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعدينات ذي ذاكذا الآية التاسعة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قل كان القرآن يخدم التشريح بالمناسبة ولا شوق فهم فنادم أم ربي الخالق لو كرياتور
لا يفهم الإنسان إلا خالقه منطقيا. ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ السؤال لا ينتظر جوابا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن ننطلق من هذه القاعدة باللي ربي سبحانه عز وجل يناد لا هذه النفس البشرية، النفس البشرية وكز ما تفهم، أتفهم فقط وانت دي خلقا فقط. المسألة هي مسألة منطقية، ونفس وما سواها خالقها الله وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن النفس مستعدة للطاعات مستعدة للمعاصي، توجدك توجدك، ولكن الدس العملية، العملية التربوية تأتي بعد قد أفلح من زكاها وريخذ من صرفك. ذي مولان ذي مزهورة، إي مولان ثوشولت الأسرة، أم بعد الجامعة المدرسة أذري الشارع فجمعيث العقال إمناين، الجميع يسهم في العملية التربوية. أرنثو نسعى وسائل، نسعى وسائل، وسائل تكنولوجيا إما للبناء إما للدمار. لا يكن حسب الاستعمال التكنولوجيا، لا تكنولوجي الزمرنا تستخدمني مذانا إوين يصلحن أماكن الزمرنا تستخدمني إوين يشمثن إوين يخسرن إلفين غي يهدو أثفنو أثهدو أثزيزدي أثسلوغو أثجبر أثروزو أثجمع أثفرق أثفطو. لا تكنولوجي حسب الاستعمال. والوسائل كما يقول الفقهاء لا حكم لها، الوسائل لا حكم لها، الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد لا بالوسائل، قاعدة ذهبية. يعني الأحكام الشرعية لا تتعلق بالوسائل، تتعلق بالمقاصد. وزماد مثلا الموس، الموس وسيلة، ما يستخدم مثل بنادم هذه سقشر البطاطا غادي يخدم عادي يجوز، إما يستخدم مثل وين يخسر لا يجوز. وكذلك البورتابل هذا الجهاز الهاتف، خاصة هذه الهواتف ومقارنة الذكية، إما تستخدم للعمار إما تستخدم للدمار، إما لزرع الفضيلة إما لغرس الرذيلة، كل ذلك في الإمكان. إذن يغال سستخدم، يغال ذا الاستخدام. لذلك القاعدة الناد الوسائل لا حكم لها، أما الأحكام تتعلق بالمقاصد. إذن عنوان درسك أمك السلام أول أكت نفسيث القلب والنفس. القلب أنزوير ذيكس أي ثمثن أول سبحان الله يخدم بلا تحريك صاحبه، بلا من حركه يخدم وحدس. لو كان أول ذن كوني في استخداما سمحتي أمي أموتور طوموبيل يخسي داين شت شعلض تساروت نغماني فالزيك وكذا باش طوموبيلني يتحرك، ولكن أولى وننغ ربي ثني ذي خلقا ذي نغ أذخدما بروغرامي مبرمج، القلوب مبرمجة على العمل وفق تقدير العزيز الحكيم إلى نهاية الأجل. مد يبض لجل ولكل أجل كتاب، أكين يحبس وليس ثورة من قرن أري كاردياك شحال تفض أريه لكارا أريه سارا أريه ظينارا أريه شمارا سبيطر لا يلحون نورمال. أم بعد أري كاردياك توقف قلبه
سكتة قلبية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقي موت الفجاءة يحبس وليس يروح كلش. قول يسعى أهمية كبيرة في حياة الإنسان. استقبالي ثقرنا دي زوار ولي التباعي ثوضار، وين يسبق القلب الرجلين يمشيوا يضرن ذل ترونسبور ثرى فنويث مثلا نكون إياك ولون النغ وساند رداقي الجامعة سيدي الموهوب الفلاي رداقي الفقايث سيدي عيش زوار ناغد عند زوار ولون إضرن تفاعا إضرن وسيلة نقل ذل ترونسبور إضرن ورزميرنا را أضرفضنا كين ما نروحوش أرسيدي الموهب أنروح. لماذا؟ لأنه أولون زوارن ذاقي قارن أن دي زوار وول إذ فعيث ضار نغي التفعيث ضار نغ إذ فريث ضار وزرم ثقذيليث ساعة طاس يعني غنية تمر كانتيف أن دي زوار وول التفعيث ضار. القلوب تسبق الأبدان، القلوب تسبق الأبدان أن ديز ورول اتبعي ثضار. لذلك سمحتي أولي ساعة غزل ذم قران والشرع النغ ليزيز دي أولاون، الشرع النغ ليزيز دي أولاون. أتغرض المصحف الشريف القرآن الكريم تيري فس النغ القرآن نغراد الآيتين من سورة الشعراء الآية 88 89 يمدين ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب سوى شو سلامة القلب ماشي من ناحية البيولوجية فقط، لا من نواحي أخرى، ناحية المعنوية ناحية التربوية. خطر أول ما يسعى الإيمان يحلى الإيمان ذقولاون، الإيمان ذقول. النية إنما الأعمال بالنيات ذقولاون، النية محلها القلب. لذلك كي قال الفقهاء ماشي مد يحضر ينادي الوضوء ماشي المد ينطق نويت الوضوء لأداء صلاة الجمعة، لا النية محلها القلب، النية أتسن ذقول. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب من المريلي القلب سليما ثم زوروث ما يزدغيث الإيمان، لأن الإيمان ينافي الكفر والشرك. ميل الإيمان يزدغ قلاوان لا مجال للكفر والشرك. يوم نصر بذين وربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وند في سورة البقرة في الآية 256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ذغ أولون بشذيلين زديف وريلا قرنغ السعونين شمثن مثلا الحسد والعياذ بالله مدمر. ورب القرآن الناد ومن شر حاسد إذا حسد ضرب دينان، هذا كلام الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك مذان إلى قذي الززدي أوليس من الحسد والكبر والطغيان وروح الانتقام يوك صفتني شمثني يوك ذيريثنت. خاطر ممكن الإنسان يسعى قلب سليم من ناحية البيولوجية، هذه عندي غير طبيب أسيخ مسكاني راسي خدم أسيني أوليك ما شاء الله أوليك أتسالي ظاهرار يكوي ذرار نفقايث تساقوا ذارة أوليك يجهد من ناحية البيولوجية. ولكن إلى قنولي ذخل، لذلك نحن مطالبون بتطهير قلوبنا بكلام ربنا. ربي ناد في سورة الإسراء
الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ونذفعنا فريض الربي إقار الوحيين القرآن والسنة أذي يزدي وليس مرى يمث أذي قبل ربي بقلب سليم، وسلامة القلب شرط النجاة. الآية واضحة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك العبادات علاج لأنواع الأمراض. الإنسان مادام يعبد ربي يذكر الله يقرأ القرآن باستمرار هذا صرحنا كل هلاكات ما قبل ربي أثي قافل وهو عنه راض يرضى فلس. والله يثمثا ألو كان نذع فريض ربي أنسلي ربي ناد في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آية واضحة محكمة هادية هادفة شافية كافية وافية هي منهاج حياة. الآية واحدس وننزل إن هذا القرآن يهدي يتوليه يرشد إمذانا مرة عند للتي هي أقوم. أما في جانب الإيمان جانب العقدي ربي غدي وران القرآن غدي وران ذا شوثو فريذن من الإيمان سلمسي الآية في سورة البقرة: فمن يكفر ربي ناد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قل هو الله أحد الله الصمد. إذن كل الآيات تزرع فينا الإيمان بالله الواحد ربي ورس عشري. وما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربي ورس عشري. إذن القرآن يهدينا للتي هي أقوم في مجال الإيمان، في مجال العبادة أمشي نعبد ربي إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون سورة الذاريات الآية 56: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء الآية 92. إذن واضح: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله، القرآن بوصلة منهج حياة. أي نعنان المعاملات أيضا المعاملات موجودة. أطول آية في القرآن في المعاملات، أطول آية هي السورة في سورة البقرة الآية 282: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية. أطول آية في القرآن إذن ستكون غصيفا ديال القرآن الآية 282 سورة البقرة. أتهضر في المعاملات، قفل شوية الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الآيات آيات المعاملات. لا، أنت القرآن يهدينا يرشدنا للتي هي أقوم في مجال المعاملات. المجال وصربعة مجال الأخلاق والسلوك، ضبط الأخلاق والسلوك، ضبط حركة الإنسان. خط الإنسان يتعيش الدنيا، يخدم تجارة، يشم الأسواق، يلحوذ كفردان، أشو غير ظهرنا في الدنيا من المين فعل في الشرعيث أنشتيثا. أتفض مثلا الكود لاروت سمحتي قانون المرور قانون السير من قدريث خط القانون الشرعي أنحرز الأرواح أنحرز الأموال والسيارات ما إلا أنقدر راث شرعيث يغدي النان إلا قتحرز مثلا نفسيث أتحفظ في الأرواح أتحرز من الماتريال ون الشين ولا رزق ون أدنى في من نغ سمحتي ذقيون مقارن الرفرافي فردان
إرهاب الطرقات أو قد يتمثثن ديك فردان أكثر تقريبا بين يتمثثن ديال القراف وراني أخام ذي السولة. إذن هناك خلل، كلما ابتعدنا عن هدي الشرعي كلما وقعنا في حفر وفي خلل. هذا الخلل لا ندري يعني نتائجه وآثاره ونزرارا لأنه خالفنا. ربي ناد في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لذلك القلب أولون ورثني ذاوين ذويني ثني دي خلقا سواشو سلوحي دينزل أما في صلى الله عليه وسلم ذو القرآن نغ ذي السنة يسيد ينطق في صلى الله عليه وسلم مدينة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثقي رواية، رواية صحيحة للحديث. هناك رواية أخرى أوردها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد رقم الحديث 173، لشو دينا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن هناك روايتان، الأولى مكارم الأخلاق والثانية صالح الأخلاق. وفي أحاديث أخرى كثيرة نتسى بالذات صلى الله عليه وسلم مدحه الله عز وجل بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. ويناد النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذن أولاون من مارلين زديث أرهلش نارا أرحس نارا وروض النارا ميلا إزدغثن الإيمان ميلا زدغنت طرف قعلين زدغنت ولاون أذحلون أزكى مريم فنادم أذي قبل ربي سبحانه بقلب سليم وسلامة القلب شرط النجاة. الآيتان سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثرنج القلب نغل النفس، النفس توعر. الله يرحم الإمام البوصيري إمدينا: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعة وإن تفطمه ينفطم. بعد شو ديوض يقرن ير الشيطان أو كتنفسيث الشيطان أو كتنفسيث وعرنسين. الشيطان اسمه ربي عدو مبين في القرآن لنميد ديكلاري عدو مبين الشيطان. وثنفسيث ثوار. الدليل إمدينا ربي: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أدغل البصير بعد أدغل الآيات. الإمام البصيري يناد في النفس والشيطان: ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أما تنفسي ثم الشيطان زمرنا مسفهاما أدخذ من كونفونسيون اتفاقية باش دي تروين أمذان أثهود دن تماما ذنثنيك صوضني مذانا باش أدخذ من المعاصي أدخذ من الجرائم لكريم الجريمات. بالمناسبة أول جريمة في التاريخ الإنساني سببها النفس الأمارة بالسوء. قابل كذهابيل ذات مثل أرون سيدنا آدم أكن دي حكى ربي ذي سورة المائدة. قابيل يحسد هما سدنو غلال ماذا الحسدني الحسد والله يوعر
لربي دينان ومن شر حاسد إذا حسد. مادام لربي دينان أغفكيغ رسالة قوية منبهة باش وين يهلشن سيله لاشا كاذي ذاوي مانيس يوعر مليح. قابيل يحسد هماس هابيل أم خلافا ذا شو ذا سينا قال لا أقتلنك. ربي سبحانه كي دي حكاية القرآن الكريم هذا على لسان قابيل إن يسيج مساكن غغ وذين قريح سواطاس ثورة سجيذ الدنيف ولا مخلف إمذانا الشريكين هذا مخلفا شركاء يختلفون يتنازعون عادي أثمثا أذم خلفا أما افتريكا أما فراي عادي زيد الأحباب الجيران عادي الاختلاف عادي النزاع بين البشر طبيعي ولكن لمشي طبيعي أن يتحول الإنسان إلى ذين النظن وذي استخدم العنف استخدم قيغيل وذي ضور وذي ظلم وذي نغ تقيذيري. لذلك ربي سبحانه في سورة النساء الآية 65 إن أدفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أمر نطق به القرآن شيء طبيعي أن يتنازع الناس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ممكن هذه النزاع يقولوا كونفلي أما ذي الفونسي ذي العقاري أما ذي السيفيل أما ذي السوسيال أما ذي التجارية ما عادي ولكن ربي سبحانه ذي قار أفروث ثلو فنوان استيزط سلخير ناماكن قارنا لم يابل يعني استيزط بطريقة ودية. قابيل يحسد همس هابيل ذا شو ذا سينا أكن غاغ لا جاء إلى العنف بل إلى أخطر أنواع العنف التهديد بالقتل بإزهاق الروح. والروح سعى غزل ذي الشرعيث من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بشان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا باش نزر ذا شو سوات نفسيث ذي الشرعيث. أم بعد الكمل ذي الآية 30 من سورة المائدة ذا شو سنة قابل ميسنة كنغاغ ربي حكاد فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثنفسيث قابيل أذن تساف إثي والهن باشا ذين غيماس. الآية واضحة الآية 30 من سورة المائدة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إخوة يوسف كيف أثمثم سيدنا يوسف أث كيف زرم ثم شهوت وسن ثم تثات سرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الآية 18 من سورة يوسف ذا شو دينا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولث كان يثمثا ثنفسيث تزمرات خذم ثواغيث ذي الدنيث ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكام. سورة الخاتمة ثنفسي ثقي أنوذ دويس أنوغل المذ القرآن المذ الوحي الوحيان القرآن والسنة ربي ناد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أعمالنا كلها هنا
بعد قد، كلنا ممتحنون بعد قد. الوالدين، مولان، ثوشولت، المجتمع، أذروم، الجوامع، المدرسات، الإعلام، كل الجميع ممتحن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفوس أيضا شرط النجاة، وربي سبحانه يجعل التزكية من وظائف الأنبياء. سورة الجمعة الآية الثانية، لشهدنا ربي سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كمل، يتلو عليهم آياته، كمل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربي زورد في التزكية قبل التعليم، التربية والتعليم مثل ترفقة في التزكية. القراية لا تنفع إما ولاش ترفقة في القراية وحدس، تزمر القراية نية هود. العلم عمار أو دمار، قدر الله باش يدس الآية هكذا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية تنصرف إلى النفوس، والتعليم ينصرف إلى الرؤوس. جاون ثلويث أرثم لليث، سلام ربي في اللون.